معنا اليوم طبعا مغتربين سوريين حبوا يقولوا ويوصلوا رساله كثير مهمه، انه نحن دائما املنا بعملنا، واكيد دائما كل بقعه هي معده للاستثمار بسوريا. دائما كنا نقول سوريا جنه الله على الارض، لكن بعض المناطق الجميله بحاجه للاستثمار. من هذا المنطلق ومن هذا المبدا كانت الفكره. اكيد اليوم بدنا نتعرف اكثر على مشروع منتجع بحر وجبل بمنطقة شهدت كثير من الأعمال الإرهابية، لكن هالمنطقة بجبالها وببحرها ما تأثرت وبتصيبت أهلها، واليوم بتصميم وإرادة أيضا المغتربين كانت هاي القطعة الجميلة اللي عم تطل منها اليوم منتجع بحر وجبل. لهيك رح نحكي ونتعرف أكثر على هالمشروع مع أكيد الدكتور وائل جنيد رئيس الجالية السورية بروسيا والدول المستقلة، وعبير بقلباشي سيدة أعمال سورية مغتربة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. بالبداية خلينا نحكي عن مشروعكم السياحي، ليش نقيتوا هاي المنطقة وكيف اجت الفكرة دكتور وائل؟ يعني اليوم في ظروف يمكن مثل ما قلنا بالبداية 10 سنوات من الحرب، عم نشوف أبناء البلد عم يحاولوا يقوموا بمشاريع استثمارية بس نوعا ما فيها مغامرة. كيف اجت الفكرة؟ ليش اخترتوا هيدا الموقع؟ كيف كانت هاي الظروف كلياتها؟ طبعا أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. منتجع بحر وجبل المسمى كان بمحله، لأنه ملتقى ما بين البحر والجبل مباشرة، وهذه النقطة من النقاط اللي أنا من خلال اللي شفته بحياتي من خلال زياراتي لدول العالم، حالات نادرة يكون في ملتقى بحر مع الجبل. صحيح. هذا موجود أيضا في سوريا، أحد النقاط الهامة. طبعا جوابا على سؤالكم، اجى على ما سمعنا انه فيه مشروع او فيه منتجع على الساحل السوري تابع لجهه معينه، ممكن نسميها طبعا هي اتحاد الفلاحين في منطقه البسيط البدروسيه. نعم. طبعا اجينا وشفنا هذا المنطقه، هي كانت منطقه تماس حقيقة ما بين مع المسلحين في على الحدود التركية، قريبة جدا من الحدود التركية، منطقة رائعة جميلة جدا فعلا. هي على الواقع هي ملتقى بحر وجبل، وهذا من هون أخذنا طبعا مع زوجتي عبير إنه فورا أخذنا الاسم بدون اي تردد، انه الاسم بحر واضح وجبل. يعني بحر وما لا حقيقه اذا انت شفت الواقع هيك. صحيح. يعني عم نشوف هلا عبر الشاشه كمان. نعم. فاجى على ما سمعنا هيك في هيك مشروع، اجينا شفناه وتناقشنا واخذنا القرار، قدمناه للامور القانونيه وصار الموضوع ورسل الموضوع علينا. كانت هي الخطوه وتبعنا. كانت هي الخطوه اللي فيها حقيقه تحدي للواقع، تحدي للواقع بكافة جوانبه. طبعا هو منطقة حاول الإرهابيين يدمروها بالشكل الكامل، وفي كمان نوع من الدمار، البنية التحتية مدمرة. جينا كان في نوع من الخوف، لكن تجاوزنا هالمرحلة مباشرة. أيضا نحن بالأساس كان عندنا هدف كمغتربين انه نجي ونعمل شيء لبلدنا ولوطننا بغض النظر عن المربح او الحالة الشخصية. صحيح. للمربح الشخصي، يعني انه لازم الانسان يقدم شيء. والسياحة في سوريا في معالم السياحة الى اساس جميلة جدا. الاساس. صحيح. مو بس جميلة، في اسس وعناصر مهمة موجودة، بدها شوية اهتمام، يعني حالي تطوري هذا الموضوع. يعني عندك بحر، عندك جبل، عندك آثار، عندك كل شيء. لمسات بسيطة ممكن انه انت تقدمي شيء. أكيد. مو فقط من اجل المربح الشخصي، لانه نحن كمغتربين يعني شفنا مناطق كثيرة في العالم. أجمل
مناطق العالم للأمانة بدون مجاملة هي سوريا. صحيح. سوريا وقت بيقولوا جنة فعلا جنة. صحيح. الموجود بده شوية اهتمام، جهد، تعب، ده تعاون كمان بين كل الجهات حتى يطلع طبعاً. يعني ونحن كمغتربين دائما عندنا حلم، حلم انه نحن نحقق شيء في بلدنا وطننا سوريا، وطننا الام سوريا. ان شاء الله تستاهل كل خير. ان شاء الله سوريا. يا بجهودكم جزاء الله. راس المال جبان بس نحن ما نا جبناء كسوريين بالشكل العام. اكيد يعني يسلم سمك على هالحكي. خلينا احكي كمان مدام عبير، كان في تسهيلات من جهات معينه؟ كان مثلا في عقبات معينه؟ احكي لنا عن هيكليه المشروع كمان كيف صمم. يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين. تغطيتكم الاعلاميه لا تقل اهميه عن انجاز هالمشروع صراحه، تسليط الضوء على المشاريع لاعاده الاعمار، فكره تشكروا عليها صراحة. في المشروع كهيكلية نحن عم حاولنا قدر الإمكان أنه لأن فترة 7 شهور هي فترة الإنجاز المفروض بالعقود 9 شهور، فترة 7 شهور أنجزنا فيها، نحن شايفين أنه أنجزنا صراحة. أكيد يعني. بناء على الواقع اللي كان. عم تحكي فترة 7 شهور قليلة نوعا ما لتعملي قليلة جدا. صحيح. ولكن اللي ساعدنا لقلك شيء وزارة السياحة تشكر، كان في تسهيلات من طرفها جدا رائعة. اتحاد الفلاحين لما طرح المشروع، هلا فكرة دائما المؤتمر للاستثمار السياحي عم تطرح قدام المغتربين المشاريع الموجودة. صحيح. لأنه كمغتربين ما بيعرفوا شو موجود. هلا عم ينبهروا يمكن بالمناطق الحلوة اللي بسوريا. فعلا عم يعرفوا ينتقوا، يعني نحن لما طرح المشروع ورحنا شفنا ما ترددنا كجمال منطقة، ولكن صار في نوع من التفكير شوي انه شيء مدمر، كيف بده يطلع فتره 9 شهور كثير قليله، ولكن اهل المنطقه صراحه حابين يصير عندهم شيء، فكانت الايدي العامله رغم صعوبتها في سهوله. يعني انت جاي على منطقه كثير جديد، طالعه من الحرب جديد، خط تماس، كانوا فعلا متعاونين كعمال. عم نحكي نحن بالبدايات كثير بلزمك عمال، ما موضوع لا هندسه ولا في شيء اسمه ترحيل، في انقاض، في قصص. هيدي الحمد لله لقينا اقبال من اهالي المنطقه انه فعلا حابين يشتغلوا، وهي البلد اللي عم تعاني منها بكل سوريا الايدي العامله. اكيد تامين الايدي العامله وفرص للايدي العامله عبر المشاريع لاهالي المناطق، يعني هذا الشيء كمان كثير مهم بهذا الوقت. نحن بنقول توفقنا بهالنقطه بسبب انه اهل المنطقه حابين يصير شيء عندهم بالمنطقه. صحيح. فان شاء الله ان شاء الله يكون بادره خير. طيب قديش مهم فعلا، يمكن عم نسمع حديثكم كمغتربين سوريين مع حضرتك مدام عبير والدكتور وائل، قلت انه لازم نعمل شيء للبلد. قديش جميل اليوم نشوف مغتربين يمكن يكون يمكن شقيان من العمر ومجمع مصرياتك ومتغرب عن البلد وحابب فعلا هي يمكن نحن بنسميها تحويشه العمر تستثمر فيها. قديش مهم يمكن هي الرساله اللي عم توجهها اليوم لكل المغتربين اللي عم يتابعونا، لكل الناس اللي عم يشوفونا، انه لازم فعلا المغترب السوري يستثمر ويقدم شيء لهالبلد، لانه نحن يمكن تعرضنا لحرب ارهابيه ممنهجه وما زلنا يعني اليوم نحن طالعين رساله مثل ما قلت، هي كانت خط تماس مع موجودين نحن هي المنطقه، قلنا بدنا نعمرها سوا، بدنا نشتغل فيها سوا، وبدنا اولادنا كمان يربوا فيها. اليوم طبعا موضوع الرساله، أنا من خلال العلاقات المتواصلة مع أبنائنا بالمغترب الموجود معهم بالشكل العام، عند الجميع في رغبة، في حالة خوف. طبعا أنا برسالتي أنه قل لهم لا تخافوا، بحكيها ببساطة مطلقة، لا تخافوا، سوريا جميلة، سوريا بي 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 طبعا هون فينا ننوه على أنه الجيش العربي السوري حرر وعطى دم وقدم، الدم اغلى شيء. صحيح. فالمال رخيص امام الدم. شايف كيف؟ رسالتي انه سوريا جميله، تستاهل كل خير، تستاهل انه الواحد يقدم لها يعطيها، وواحد فيه بسوريا فيه الواحد ياخذ من لنفسه وللوطن وللاخرين. عرفت كيف؟ رسالتي انه سوريا جاهزه انه فعلا
نرجع ونعيد اعمارها. بدها شويه مبادره، شويه اراده. العقبات الموجوده ممكن الواحد يتجاوزها بكل سهوله. ممكن تكون صعبه لكن ممكن يتجاوزها بسهوله، عرفتي كيف؟ ويحقق المراد، مراد كل شخص بده اياه امنيته، عرفتي كيف؟ هذا موجود بسوريا ابدا. جميل. يمكن زينب هذا الحكي نحن اكيد والدكتور يعني وائل هو كمغتربين يمكن فينا نقول فكره انا عم لاحظها حتى نحن شخصيا، يعني دائما لما نشوف اي خطوه من اي مغترب سوري بنحسها بتاخذ صدى، انه بتعطي تشجيع كثير حتى لرجال الاعمال الموجودين او المستثمرين الموجودين حتى بقلب سوريا، انه صار في منافسه بهذا القطاع، انه ليكو مثلا حتى المغتربين اجوا عم يستثمروا، فهيك في تنشيط حتى للاعمال بسوريا عم بيصير لما عم تاخذوا هي الخطوه. خلينا نحكي معك كمان مدام عبير لنحكي امتى بداتوا بالمشروع، امتى رح ينتهي هالمشروع بالكامل، هو عباره عن كم شاليه؟ يعني عم نشوف يمكن التنظيم في له تنظيم معين ليتميز فيه، مريح للعائلات، في للاطفال، يعني هو منتجع عائلي بامتياز وله بصمه خاصه. هو الفكره انه الفترة الزمنية ما فينا نحددها نحن هلا، ممكن بالعقود عم تتحدد فترة زمنية. بعتقد الجهات المعنية رح تقدر ظروف البلد. صحيح. لأنه نحن عملنا جدوى اقتصادية بالأساس لبين ما تم المشروع، فتغيرت كثير الأمور الاقتصادية طبعا. فالجدوى خلص يعني تقريبا حطيناها على الرف، صار في شيء عملي على الأرض. صحيح. فترة زمنية ما فينا نحددها بسبب الظروف الموجودة بالبلد. صحيح. ولكن إنجاز 7 شهور بالمنطقة اللي صارت كصف أمامي بعتقد يعني تقريباً 20 شاليه تم إنجازها، 20 شاليه من أصل 56 شاليه. حلو. وبعد في أوتيل، فبدنا فترة زمنية بعد لحتى ننجز المشروع. ولكن اللي عم ننجزه إنه هلأ بدينا بال 20 شاليه في الأشياء الترفيهية، يعني عم ناخد الأولويات. صحيح. إنه أوكي المسابح، لأنه العائلة لما بدها تنزل بدها شيء جاي لتنبسط بالنهاية. صحيح. بدها تغير جو، حتى للي بدهم يجوا من برا بدهم يجوا يشوفوا شيء مميز. صحيح. عم نحاول قدر الإمكان فعلا يطلع شيء مميز. الشاليهات مريحة، فرش كأنه الإنسان داخل على بيته. هلا اللي لاحظنا الطريقة هذا الفرش، يعني أنتم كنتوا عم تحاولوا يكون في ورشة داخل المنتجع لتقديم التسهيلات، يعني تماماً. كل التجهيزات للمنتجع ان كان فرش ان كان خشب، في ورشه وعمال عم يشتغلوا داخل المنتجع. هي كمان نقطه مهمه لانه نحن موجودين بحصار اقتصادي، يعني انت لما بدك يعني تستورد قطع او رخام او حجر، وهي التفاصيل عم نحكيها لانه كثير من الناس ما بتعرفها قديش فعلا في يمكن ضغوطات يعني ليوقف هيدا المنتجع، يمكن لانه في صعوبات فعلا بسبب الحصار الاقتصادي. فلا جبتوا الورشه لهون، قلنا نحن بنجيب الرمل ونحن بنجيب الحجر ونحن بنصنع كل شيء ليكمل المشروع. هذا الجميل اليوم لانه نحن مثل ما قلنا عم نحاول ننعش السياحه في سوريا وخصوصا السياحه الداخليه، لانه انت بتعرف الدخول لسوريا اليوم كمان ضمن الحصار الاقتصادي وفي فيز ممنوعين وفيك تفوت، فتنشيط السياحة الداخلية واجب وطني اليوم على كل. صحيح. الناس. صح. على كل حدا قادر فعلا يقدم لبلدنا الحبيب سوريا، لأنه مثل ما قلنا رجال الجيش العربي السوري قدموا روحهم ودمهم، أمهات الشهداء قدمت أغلى ما لديها فلزة كبدة، فتقديم يعني وتنفيذ هاي المشاريع الداخلية يوم جدا مهم لإنعاش السياحة الداخلية اليوم. نعم، مثل ما قلت لكم رأس المال جبان، بالنسبة لنا ما كان جبان. شايفين كيف؟ قالوا لك الناس لا تعمل هي المغامرة ولا طبعا اعتبروا يعني قالوا لك ليش ما تعمل؟ أكيد فعلا نحن هو تحدي حقيقة، كان نوع من أنواع التحدي للواقع، لواقع الحرب اللي عايشينها. نحن شايفين الإرادة، برجع كلمة الإرادة، إرادة الإنسان ممكن من خلالها تحقق أي شيء. قلت لها لعبير، ما قلت لها عبير هذه مملكة، المملكة هاي اللي هي ضمن المملكة الكبيرة اللي هي سوريا الجمهورية العظيمة هاي اللي ما حدا فيه هز أركانها على الرغم من الحرب المخيفة اللي اجت عليها. فينا نأسس هذا الشيء، نقوم. قالت لي أنا معك،
مستحيل كل تفاصيلها. شيء مستحيل ما في شيء مستحيل. وهذا الشيء يعني على الرغم من على الرغم من المعوقات في الواحد يتجوزها بايده. نحن بنشتغل بايدنا. ايوه في معوقات بس امبارح شفناكم يعني في سوريا غنيه قادرة. غنية طبعا أرضية ذهبية مندور من الله أرضية ذهبية بنية تحتية مخيفة لأنه الواحد ينتج منها شيء وطلع منها شيء حقيقة يعني. هذا الموضوع مفروض نحن ما نتجاوزه ولا إنسان يتجاوزه بالعالم برا برا مكان غريب بدول أوروبا الخليج الأموال ممكن نحطها هون وننتج منها ممكن يكون أخف ربح لكن أمتع وأجمل وقت تأخذ شيء وتربح ببلدك ببلدك عرفتي كيف برا بتضلي غريبة طبعا بتضلي غريبة طبعا بلد البلد حسينا فيها بالحرب 30 سنة غربة ايه تماما ما بحس أنا والله ما بحس حالي غير هون بحس حالي ببلدي بسوريا تماما ضيعتي بسوريا بعاصمتي بالساحل بحس حالي بحس بوجودي هون صحيح صحيح الانتماء هذا كثير مهم وخاصة يعني مثل ما قلنا خطوة إعادة الإعمار بهذا الوقت بالذات هو تحدي رسالة سياسية واقتصادية واجتماعية خلينا نقول لكل العالم للداخل والخارج صحيح. يعني بتعطي أمل بأنه نحن عم نشتغل لإلكم لأولاد البلد لبلدنا شو الرسالة اللي حابين توجهوها بهذا المكان قبل ما نروح نتوجه للعمال في رسالة معينة في كلمة أخيرة حابين توجهوها عبر منبر الإخبارية السورية اليوم صباحنا غير من خلال هذا المشروع أنا رسالتي لكل يلي عم يشوفونا المغتربين حسران جربنا تفضلوا البلد مفتوح صحيح اهلا وسهلا دكتور وائل شو رسالتك للمغترب يعني انت رح ترجع على البلد المغترب شو رح تقدم تحيه للذين من بسببهم نحن موجودون هنا صحيح قولا واحدا اكيد الرساله الثانيه ايضا مثل ما حكيت عبير لمغتربينا وغير مغتربين حتى في الداخل سوريا بتستاهل نرجع نقول تستاهل رأس المال الموجود ينحط في سوريا والأرض السورية ما بيروح إطلاقا أنا ما أحكي بهذا بهذا المنطق لأنه في أنا بعرف بلتقي مع ناس وفي خوف معين لا تخاف في خوف سوريا لا يخاف حدا يجي سوريا أبداً. عشان تستاهل طيب نحن هي أساسا مغامرة تجارة لا أبداً أنا ما أنا ما مثل الحياة لا بدها تحدي لتلاقي نتيجة بالأخير النتيجة بتكون بالإرادة بالجهد بالعمل وبالأمل أكيد سعيدين كنا بوجودكم مدام عبير والدكتور وائل مغتربين سوريين وحاولين يعني عم تحاولوا يمكن ضمن الإمكانيات تعملوا مشروع سياحي بقلب البلد هي رسالة كمان نوجهها لكل المغتربين السوريين اليوم في مناطق جدا جميلة في سوريا في رسالة سوريا بلدنا الحبيبة ولازم نقدم لها يمكن قد ما قدمنا لها ما بنقدر انه فيها جزء من حقها هي ورجال الجيش العربي السوري فتحية لكل رجالنا شكرا كثير لكم أكيد يمكن من تضحيات الجيش العربي السوري ومن دماء الشهداء كان المنطلق لكم لتحدوا هذا الشيء لأني أنا بعرف حتى أنه في أسر نور من الشهداء هي كمان أيدي عاملة وعم تشتغل هون لقيت فرصة كان لهم أولوية خلينا نقول عندكم يعني هذا الشيء تشكروا عليه على هي الخطوة وأكيد نحن بنتمنى هذا المنتجع يكتمل بالكامل ويكون بهي المنطقة بيكون بهي المنطقة اللي تعرضت لكثير من الإرهاب مثل ما قلنا رسالة تحدي إنه هاي المنطقة لوحة مقدسة سورية ممنوع حدا يمسها ونحن أولاد البلد اللي حنكون فيها يا رب شكرا لكم كثير دكتور وائل ومدام عبير شكرا لكم شكرا لكم